الاشتراكات. لمشاهدة المباراة اضغط على الرابط المثبت في ومشاركة. في تمام العاشرة مساء متعة دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان في مواجهة أتلتيكو مدريد. باريس سان جيرمان بقيمة الفلوس اللي بيصرفوها ولم يحققوا دوري أبطال أوروبا حتى الآن. أتلتيكو مدريد حقق دوري أبطال أوروبا، حقق الدوري الأسباني متألق دائما بالكرة الدفاعية، ولكن اليوم في تمام العاشرة مساء هل ينتصر باريس سان جيرمان أم ينتصر أتلتيكو مدريد؟ اكتبوا لي توقعكم في الكومنتات مين اللي هيفوز، ولايك وشير وسبسكرايب يوصلك كل ما هو جديد من عشاق الكرة العالمية.